يعني خلاص اتكلم بقى عن هذه المباراه تحديدا. وقلنا ان هي خلاص يا بيبو، يعني مش يعني خلينا بقى خلاص الماتش ده احنا عايزين ننساه اساسا، يعني عايزين ننساه عشان ما نقعدش نتكلم ونهري على الفاضي. لكن انا بتكلم باختصار جدا ان هو قمه، ما اختلفتش مع اي حد ان هو ماتش قمه، قمه اعلاميه، قمه جماهيريه، لكن مش قمه فعليه. القمه الفعليه للنادي الاهلي فقط بالتاريخ، بالارقام، بالبطولات، بكل حاجه. لكن قمه اعلاميه، قمه جماهيريه، الاهلي والزمالك يمتلكوا اكبر قاعده جماهيريه في الوطن العربي اعتقد على دماغنا، قمه اعلاميه، اكبر نسب مشاهده ممكن تتخيلها في حياتك لما الاهلي والزمالك يلعبوا على دماغنا من فوق. لكن قمه فعليه مع كل الاحترام وكل يعني زي ما انتوا عايزين تقولوا، انا كل الناس بنحترمها وبنقدرها، لكن بالتواريخ النادي الاهلي قاعد تلج اساسا من الجلوس على القمه، قمه مرتفعه جدا جدا جدا. النادي الاهلي يملك 128 بطوله، النادي الاهلي فرق بينه وبين اقرب منافسيه، خلينا نقول اقرب منافسيه، يعني انا مش فاكر العدد كام، يعني بصراحه انا مش فاكر العدد كام، يعني فرق 60 بطوله، فرق 60 بطوله بين الاهلي واقرب منافسيه، اهو فرق 60 بطوله. نادي الاهلي 128 بطوله، اقرب منافسيه نادي الزمالك عنده 68 بطوله، فرق 60 بطوله. انا بتكلم في البطل، انا بتكلم في القيمه، انا بتكلم لجماهير النادي الاهلي، ان جماهير النادي الاهلي بتزعلوا ازاي يعني، او بتزعلوا على ايه؟ انت عندك دوري خلصان 6 ماتشات، عندك النادي الاهلي مطالب ان هو يكسب اي حد ويكسب كل البطولات، ولو حتى دوره رمضانيه يكسبها، فضغط ضغط وضغط على اللعيبه بطريقه مش معقوله. ودايما لعيبه النادي الاهلي يعني عند الهدف وعند حسن الظن، وعند حسن ظن جماهيرهم بيهم، لكن